طب انت بتعمل ايه يا احمد عشان الناس دايما تبقى دايما يعني بتطلع بره الفيلم بعد ما تتفرج على الفيلم دايما الناس بتبقى فاكره يمكن في كتير حتى من الاحيان كل التعليقات اللي انت بتقولها تفاصيل. انت بتدرس تفاصيل شخصيه، بتدرسها ازاي التفاصيل دي بقى؟ التفاصيل دي بقى من الحياه. ما انت عندك حاجه اسمها الذاكره الانفعاليه. الذاكره الانفعاليه طول ما انت ماشي في الدنيا بتقابل مواقف وبتقابل بني ادمين وبتقابل ناس وبتقابل عربيات وبتقابل كائنات وبتقابل حاجات كتيره جدا. في حاجات منها او مش منها معظمها انت هتنفعني في شغلي، يعني انا وانا قاعد براقبك دلوقتي هتنفعني في شغلي، لان ممكن يجي لي دور مثلا مذيع او مقدم او محاور، ممكن اخد منك حاجات استغلها في شغلي، زي ما جالي خالد المصري، زي مثلا في شخصيه ممكن تبقى شخصيه موجوده، اما لعبت مشهد واحد في فيلم السادات مثلا، سالت يا جماعه الله يرحمه الشهيد عاطف السادات ده، فكان مميزاته انه دمه خفيف، يعني حتى اتقالت لي جمله قالوا لي كان لما تبص في وشه تحس انه بنموت، فبنموت دي هترجمها ازاي؟ فقعدت مع الاستاذ احمد زكي عشان اترجم دي خالد المصري، قعدت مع الجماعه بتوع السفاري دول اعرف بيتكلموا ازاي، فلقيت ان ابرز حاجه عندهم تعليقاتهم اللي ممكن ما تبقاش ليها علاقه بالموضوع اللي انت بتكلمني فيه بس تضحك. وكانت باينه على فكره حتى يعني كان في تاتشات كده صغيره فعلا بنسمعها من كل الناس اللي بيشتغلوا في شرم الشيخ، اللي بيشتغلوا في مجال السياحه اللي من النوع ده بالتحديد، صح؟ فهي تفاصيل تفاصيل بقى، التفاصيل دي فيها في التفاصيل النفسيه، تفاصيل في الكلام، في الاكل، في الشرب، في اللبس، في المشي، في النظرات، في كل حاجه. قدر الامكان وفي حدود الامكانيات اللي ربنا اديها لي بحاول اجتهد في جزئيه التفاصيل دي عشان الناس تطلع فاكره، يعني اطلع باحسن نتيجه ممكنه يعني. وممكن اصيب وممكن اخطئ، يعني وارد جدا اني ما انجحش في حاجه، وارد اني انجح.